يعطيك العافية. شكرا. ارتاح شوي. شو هذا؟ فودكا عملتها أمي، جبتها من شان ذوقك ياها. هلأ ما بدي. بس هالكاس عيب عليك، اشربها قبل ما تسخن. ايه ما بدي اشرب. يلا اشربها ورح تدعي لي من بعدها. خلصنا بقى. لا يسلموا، ما عاد بدي. شو رأيك؟ عم تترك أثرها بالمكان اللي عم تمر فيه ما؟ كتير تقيلة. بس تشرب كاسة تانية رح تتخلص من خجلك. لو سمحتي كاتيا. ليش متلبك؟ ريح حالك شوي. خلص بقى. مساء الخير مدموزيل. مساء الخير. جبت فودكا أمي عملتها على إيدها، بتحبي تذوقيها؟ لا ميرسي بوكو. طيب تصبحي على خير. في شي مدموزيل؟ حبيت أحكي معك شوي. هداك اليوم هداك اليوم كنت عم فكر بالحديث يلي دار بيناتنا عن مهند وقت قلت لي انك شفته بالبلكون. شغلت لي بالي من يوم ما قلت لي، ومن وقتها انا عم فكر بكلامك. انا قلت لك غلطت، ما كان في حدا. بس ما تكون عم تخبي شي ما بدك تقوله. ما كانت نهال، قلت لك. وأنا بعرف. يعني انسى. بظن أفضل شي تعتبر حالك غلطان. تصبح على خير. وانت بخير مدموزيل. موسيقى